ناوي. السلام عليكم، محمد براهمي والمعروف بالشيخ براهمي عبر الفيسبوك، والخيرات نتاع وجده باش معروفه بوجده بالتومور كما راك تشوف. هذا هو المقهى ديال الشيوخ، المقهى ديال الشيوخ. وحنا نرحبوا بسي العمراني، وبالمناسبه اننا نعرفوا بفرقه ولاد البراهمي. الرزة هذه العمامة اللي معروفة بها وجدة، هذا الرزة تيجيو من الجزائر. واش على حساب اللون؟ بحال السيد عنده لون واحد اخر، ولا على حساب الرزة كيما نقولوا على حساب الذوق؟ يعطي نعطيو السي الحاج هو اللي قلنا هذا الشيء ديال الرزة. وهذا الرزة هي الاولى وهذا الرزة هي الحقيقة هي الاولى وقار كيما نقولوا العام وقار صراحة، لأنما هذا الرزة وقار مثال. إحنا شيوخ، والشيخ راه واحد المثال يقول الشيخ حكيم، مثله الواحد الحكيم. وهذا الرزة توقرك وتميزك ما على الناس، على الناس. إنما إلا شفت واحد داير واحد الرزة بحال هذه عرفوا بأن ما شيخ. تشوفوا ما دايرش الرزة ماشي شيخ، راه واحد عادي شعبي زعما. هذا الشيء اللي هذا اللي تعني الرزة، الرزة كوقار. نعم، هذا الشيء اللي كان عليه. واحد الحوايج مزال الواحد يعرفهم كيشوف هكذا الرزة وشي حاجة كيما تزيد انا ملابس بحال الناس، اي ميزة على الناس الاخرين. فوالا هذا الشيء اللي كاين. وما يعرف بقهوة الشيوخ.